بيكم محبي ومتابعي الوطن في كل مكان، ورجعنا لكم من جديد ومباشر من داخل فندق مقر إقامة فريق نادي الزمالك. احنا موجودين دلوقتي زي ما انتم شايفين في مقر إقامة بعثة فريق الزمالك، واللي عنده ماتش مهم، ماتش مصيري قدام الهلال السعودي الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت قطر. الساعة دلوقتي 4 إلا ربع، خلاص فاضل 5 ساعات وتنطلق المباراة اللي بالكل في الوطن العربي ينتظرها بين نادي الزمالك تحت قيادة فيريرا بطل الدوري العام، ونادي الهلال السعودي تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز بطل الدوري السعودي. مباراة مهمة، مباراة مرتقبة، مباراة مصيرية زي ما انتم شايفين قدامنا. الكل بيترقب داخل فندق إقامة نادي الزمالك لتحرك البعثة في الموعد المحدد إلى ملعب لوسيل لماتش الهلال السعودي على نهائي كأس لوسيل. الفريق اللي هيفوز هياخد 1.5 مليون دولار، وإن شاء الله يكون الزمالك هو بطل كأس لوسيل، والفريق اللي هيخسر هياخد 1 مليون دولار. فريق الزمالك جاهز، مستعد، فيريرا جهز كل أسلحته من اجل الفوز واقتناص كأس لوسيل. زي ما بقول لكم في يعني الفندق كده هدوء تام بناء على تعليمات من إدارة نادي الزمالك وبالأخص من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، ان الفندق ممنوع منعا باتا، اي حد يقترب من الفندق، اي حد يعمل حالة ايه يشتتوا كده اللعيبة، في ظل ان الكل داخل نادي الزمالك هدفه التركيز، الفوز من اجل اقتناص 1.5 مليون دولار ومن اجل اقتناص كأس لوسيل. الكل عارف ان الماتش صعب، الكل عارف ان الماتش مش سهل، ولكن الزمالك المنتشي، الزمالك المستقر اداريا، الزمالك اللي بيقوده جهاز فني كفء، جهاز فني ناجح وعلى قد المسؤولية بقيادة البرتغالي فيريرا، الكل واثق ان لاعيبة نادي الزمالك هيكونوا رجالة وقادرين انهم يحسموا اللقب النهاردة. هقول لكم التشكيل المتوقع ان فيريرا يبدأ بيه ماتش النهاردة. في حراسة المرمى محمد عواد، خط الدفاع احمد فتوح، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، وحمزة المسلوسي، خط الوسط محمد عبد الغني، امام عاشور، سيد عبد الله نيمار، محمد اشرف رؤى، احمد سيد زيزو، وخط الهجوم سيف الدين الجزيري. هعيد لكم تاني اعزائي المتابعين التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في ماتش الهلال النهارده. حراسه المرمى محمد عواب، خط الدفاع احمد فتوح، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، خط الوسط محمد عبد الغني، امام عاشور، سيد عبد الله نيمار، محمد اشرف رؤى، احمد سيد زيزو، خط الهجوم سيف الدين الجزيري. هناخدكم كده أعزائي المتابعين في جولة داخل مقر إقامة نادي الزمالك في العاصمة القطرية الدوحة. الكل ملتزم، هدوء تام في محيط سكن ومحيط إقامة فريق الزمالك بناء زي ما بنقول لكم بناء على تعليمات من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكورة، واللي فارض حالة من التركيز التام على البعثة من أجل الفوز واقتناص اللقب الغالي. الكل بيركز داخل نادي الزمالك من أجل الفوز وعلى الهلال السعودي. الكل عارف إن ماتش صعب، ماتش مصيري، ماتش مش هيكون سهل، ولكن الزمالك بخبرات لعبته، الزمالك بخبرات مديره الفني البرتغالي فيريرا، قادرين إنهم يحسموا اللقب ويرجعوا القاهرة فرحانين، ويرجعوا للقاهرة مبسوطين ويفرحوا جماهيرهم. خليني أقول لكم التنظيم هنا أكتر من رائع، دولة قطر عاملة شغل محترم، استقبال نادي الزمالك استقبال يليق ببطل مصر، يليق ببطل الدوري العام وكأس مصر الموسم الماضي، ويليق أيضا ببطل الدوري العام هذا الموسم. ملعب لوسيل كنا في جولة فيه النهاردة الصبح، حاجة محترمة، الملعب يتزين لاستقبال الزمالك ويتزين أيضا لاستقبال الهلال السعودي. بنأكد لكم إن كل الحاجات المتاحة هنا في قطر بتؤدي إلى إن إحنا هنشوف ماتش يليق بالفريقين، يليق بنادي الزمالك ويليق بالهلال السعودي.
المستشار مرتضى منصور، انا بحاول ارصد لكم الكواليس اللي حصلت داخل نادي الزمالك قبل مواجهه الهلال النهارده في الماتش الصعب زي ما قال فيريرا، والماتش الصعب زي ما قال اسامه نبيه، والماتش الصعب زي ما قال شيكابالا في المؤتمر الصحفي امبارح. ولكن وجود جماهير الزمالك واللي بالالاف دلوقتي، يعني شوارع قطر كلها ممتلئه بجماهير نادي الزمالك، واللي هتكون موجوده بعد قليل، البوابات هتفتح الساعه 4:30، واللي هيكونوا موجودين بعد قليل داخل ملعب لوسيلي. الفرقه دلوقتي زي ما انتم شايفين العربيه او السياره اللي قدامنا بيحملوا مهمات الفريق، والحافله اللي هتقل بعثه نادي الزمالك موجوده قدامنا، والحافله اللي هتقل رئيس البعثه والمسؤولين مع نادي الزمالك هتكون موجوده. حاجه محترمه، حاجه تليق ب كأس لوسيل نادي الزمالك. زي ما بقول لكم فيريرا اتكلم مع لعيبته انه ماتش صعب، ماتش مصيري، ماتش لا بديل فيه عن الفوز، وان شاء الله نادي الزمالك قادر النهارده يفرح الشعب المصري، ونشوف يعني الزمالك راجع النهارده او راجع بكره بكأس لوسيل، بطوله جديده تضاف الى بطولات ودولاب نادي الزمالك. هعيد عليكم تاني اعزائي متابعي الوطن التشكيل المتوقع اللي بنسبة كبيرة فيريرا هيبدأ بيه ماتش النهاردة. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الهلال السعودي: في حراسة المرمى محمد عواد، في خط الدفاع أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المسلوسي، خط الوسط محمد عبد الغني، إمام عاشور، سيد عبد الله نيمار، محمد أشرف رؤى، وأحمد سيد زيزو، وخط الهجوم سيف الدين الجزيري. موجود مع البعثة زي ما انتم عارفين الثنائي اللي انضم خلال فترة الانتقالات الحالية، انضم السنغالي ابراهيم نضاي، وانضم المغربي زكريا الوردي، الاثنين البرتغالي فيريرا المدير الفني حرص انه يضمهم وجازف وانهم يكونوا موجودين مع بعثة نادي الزمالك، ولم يتم توضيح الصورة حتى الآن ان هيكونوا موجودين في يعني في على دكة البدلاء، ممكن يشاركوا. فيريرا زي ما انتم عارفين بيعودنا في الفترة الأخيرة كده بيعمل مغامرات وبيعمل مجازفات في التشكيل، والنتيجة فيريرا هو اللي بيكسب، ونادي الزمالك فاز بالبطولات مع فيريرا في الفترة الأخيرة، فاز ببطولة الدوري العام وفاز ببطولة كأس مصر. قبل سفر بعثة الزمالك المستشار مرتضى منصور رئيس النادي حرص انه قعد مع اللعيبه في حضور الجهاز الفني، اكد دعمه للجهاز الفني للزمالك بقياده فيريرا، قال للعيبه ده مدير فني محترم، مدير فني بيجيد اللعب تحت ضغط، ومجلس الاداره واثق في البرتغالي فيريرا. خليني اقول لكم ايضا مرتضى منصور رئيس الزمالك اتكلم مع اللعيبه انه واثق فيهم، واثق انهم مش هيخذلوه، وطلبهم بضروره التركيز الشديد داخل الملعب وما يشغلوش بالهم بأي أمور أخرى خارج الملعب قد تؤثر على تركيزهم. مرتضى منصور يثق في لعبته ثقة كبيرة جدا، وعدهم برصد مكافآت خيالية في حالة الفوز على الهلال السعودي، وفي بالتأكيد عمرة بتنتظر لاعبي نادي الزمالك خلال الأيام اللي فاتت. مرتضى منصور بيسعى يوم بعد الآخر بشتى الطرق لتوفير كل عوامل الاستقرار اللي موجودة وفعلا نجحوا فيها بشكل كبير جدا، والنتيجة الزمالك حقق بطولات وعاد فريق الزمالك إلى وضعه من جديد. زي ما بقول لكم فيريرا البرنامج النهاردة اللعيبة صحيت كده الصبح حرصوا أنهم يتناولوا وجبة الفطار ووجبة الغداء. فيريرا بعد قليل هيعمل محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي نادي الزمالك داخل فندق الإقامة اللي احنا موجودين بداخله دلوقتي، عشان يديهم التعليمات النهائية والتعليمات الأخيرة، اللي إن شاء الله بالتعليمات دي الزمالك هيفوز، والزمالك هيعود إلى أرض مصر بإذن الله بكأس لوسيل، وهيعود بالمليون ونص دولار. فيريرا اتكلم مع لعيبته: أنتوا أبطال، أبطال الدوري الموسم الحالي، عملتوا اللي عليكم، قدمتم موسم أكثر من رائع، وأكد لهم أنه ثقته لم تهتز أبدا، ويطالبهم بالتركيز الشديد وأنهم يكونوا رجالة وعلى قد المسؤولية. خليني أقول لكم اللعيبة في حالة تركيز تام، مجلس الإدارة، أمير مرتضى، فيريرا عازلين اللعيبة تمام عن أي أجواء خارج الملعب.
احنا كده موجودين زي بقول لكم موجودين داخل فندق الاقامه اهو، هدوء تام، يعني هدوء تام في الفندق، مفيش اي يعني حاجه ابدا كده تبعد اللعيبه عن تركيزهم، هدوء تام. بعربيه هي بتجهز حمل المعدات، الفريق والحافله موجوده هي اللي هتقل لبعثه الزمالك، وهتيجي حافله تاني والعربيات او السيارات اللي هتقل رئيس بعثه الزمالك واعضاء المجلس. مباراه الزمالك والهلال السعودي على ملعب لوسيل هتكون الساعه 8 بتوقيت 8 بتوقيت القاهره، 9 بتوقيت قطر، يعني حسب الموعد المحدد بعثه الزمالك هتغادر مقر الاقامه خلال يعني بالتاكيد خلال ساعات قليله. من داخل فندق مقر اقامه بعثه الزمالك كنت معاكم الناقد الرياضي محمود فؤاد، الناقد الرياضي بجريده الوطن. انتظرونا خلال دقائق هنكون موجودين معاكم في لايفات تانيه عشان نقول لكم اللي بيحصل قبل واثناء وبعد مباراه الزمالك والهلال السعودي في كاس لوسيل بدوله قطر. شكرا للمتابعه.